وبمناسبة المقدمة البسيطة دي وإن إحنا ملوك اللعبة وهذه هي الحقيقة وده بالأرقام والتاريخ، شهر نوفمبر كان شاهد على بطولات إفريقية عظيمة حققها النادي الأهلي، مش بس القاضية ممكن ولكن كمان من أول بطولة سنة 1982 كانت هذه البطولة هي الأولى الإفريقية للنادي الأهلي، وبدأت في فبراير زي النهاردة كان ذهاب نهائي دوري أبطال إفريقيا بالمسمى القديم اللي هو بطولة أفريقيا للأندية أبطال الدوري أمام أشانتي كوتوكو الغاني المرعب في ذلك الوقت. الله يرحمه كابتن الجنرال محمود الجوهري كان هو المدرب، كابتن محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي هو كان مفتاح الفوز، ومع تألق كبير جدا للكابتن مصطفى عبده والكابتن علاء ميهوب وكل نجوم هذه البطولة. تعالوا نعرف التفاصيل اللي حصلت زي النهاردة. يحمل يوم 28 من نوفمبر ذكريات عظيمة لجمهور النادي الأهلي وعشاقه حين حقق المارد الأحمر انتصاره الكبير على أشانتي كوتوكو الغني بثلاثة أهداف نظيفة على استاد القاهرة الدولي في ذهاب نهائي دوري أبطال إفريقيا عام 1982. وتحت أنظار أكثر من 80,000 مشجع أهلاوي في مدرجات استاد القاهرة سجل الأسطورة محمود الخطيب هدفين في الدقيقتين 13 و34، وأضاف علاء ميهوب الهدف الثالث في الدقيقة 19 لتكون رسالة اطمئنان من بيبو ورفاقه قبل لقاء العودة في كوماسي. براس مختار وماشي مختار، يا لو ماشي للخطيب والخطيب براس وراس لازمتين ويجيب جول، يا جول جول جول. تألق بيبو بشدة في لقاء العودة الذي انتهى بالتعادل 1-1 ليحقق الأهلي أول بطولة إفريقية في تاريخه مع جيل عظيم وتحت قيادة مدرب قدير هو الراحل محمود الجوهري. خاض الأهلي خلال هذه النسخة من البطولة 10 مباريات، حقق الفوز في 5 مباريات داخل الأرض، وخارج مصر خسر 2 وتعادل في 3. يظل شهر نوفمبر أهلاويا خالصا بما يحمله من ذكريات عظيمة للمارد الأحمر، ففي 10 من نوفمبر 2013 توج الأهلي بدوري أبطال إفريقيا على حساب أورلاندو بايرتس الجنوب إفريقي، وفي 11 من نوفمبر 2006 حقق الأهلي اللقب الغالي على حساب الصفاقسي التونسي بالهدف القاتل. وفي 12 من نوفمبر 2005 كان الفوز الكبير على النجم الساحلي 3-0 والتتويج بدوري الأبطال. وشاطها جول جول جول. أما 16 من نوفمبر 2008 فكان الموعد للتتويج بدوري الأبطال من جديد على حساب القطن الكاميروني بعد التعادل 2-2 في جاروا، ومن قبله الفوز 2-0 في القاهرة. وفي 17 من نوفمبر 2012 الفوز بدوري الأبطال على حساب الترجي التونسي في رادس، وفي 27 من نوفمبر 2020 مع البطولة الأغلى والقاضية ممكن بالفوز على الزمالك 2-1 في نهائي دوري الأبطال.